الرئيس السيسي يتسلم رسالة من العاهل السعودي تتعلق بالتنسيق المصري السعودي إزاء القضايا الإقليمية والدولية. الرئيس الجزائري الجديد يتعهد بتعديل الدستور وتجاوز الوضع السياسي الراهن بالبلاد. مشاورات نيابية في لبنان بعد اعتذار الحريري وتوقعات بترشيح الوزير السابق حسان دياب لرئاسة الوزراء. الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة منتصف النهار بتوقيت جرينتش، هذا موجز إخباري جديد من إكسترا نيوز، أسعدتم أوقاتا. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي الطابع الأخوي الذي تتسم به العلاقات المصرية السعودية لما تمثله من ركيزة الاستقرار المنطقة العربية، لا سيما في ضوء الظرف الدقيق الذي تمر به الدول العربية والتحديات المختلفة التي تواجهها. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي الدكتور عصام بن سعيد. صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الوزير السعودي سلم رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز التي تضمنت تأكيد عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين. وقد أعرب الرئيس السيسي عن تطلع مصر لاستمرار تطوير آفاق التعاون والتشاور البناء بين البلدين في مختلف المجالات. تسلمت مصر شعلة تنصيب القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية خلال عام 2020 خلفا للعاصمة التونسية. قالت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم إن اختيار القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية يؤكد مكانة مصر في قلب العالم الإسلامي. أضافت أن برنامج عواصم الثقافة الإسلامية يهدف إلى توطيد أواصر العلاقات بين الشعوب وتعزيز مجالات التواصل الفكري. جدد الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون التزامه بتعديل الدستور خلال الأشهر الأولى بما يحقق مطالب الحراك الشعبي. وفي كلمة له عقب أدائه اليمين الدستورية رئيسا لبلاده، دعا تبون الشباب والحراك إلى إعطاء الفرصة للجمهورية الجديدة في تحقيق الأهداف والإصلاحات الجذرية المنشودة عبر قانون جديد للانتخابات، واصفا ما قام به الشعب الجزائري من حراك بأنه وثبة تاريخية لوقف انهيار الدولة ومؤسساتها. انتهت الجولة الأولى من الاستشارات النيابية الملزمة لاختيار رئيس جديد للحكومة اللبنانية، فيما تبدأ الجولة الثانية في وقت لاحق من هذا اليوم. وتوقعت مصادر سياسية تكليف وزير التعليم السابق حسان دياب بتشكيل الحكومة. كان الرئيس اللبناني ميشيل عون قد استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، وذلك بعد يوم من إعلان الأخير رفضه الترشح لرئاسة الحكومة وتمسكه بتشكيل حكومة اختصاصيين. يعيش العراق على وقع مخاوف من الدخول في مرحلة من الفراغ الدستوري، وذلك بعد تعثر القوى السياسية ورئيس الجمهورية برهم صالح في تكليف مرشح لرئاسة الوزراء خلفا لرئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي. يأتي هذا في وقت أعلن فيه 150 نائبا في بيان مشترك رفضهم أي مرشح تقدمه الأحزاب لرئاسة الحكومة وإرسال مجموعة أسماء لشخصيات مستقلة كمرشحين للمنصب إلى الرئيس العراقي. ختام هذا الموجز، بإمكانكم دوما متابعة المزيد عبر extranews.tv. إلى اللقاء بحول الله.